عمر هيضيع مننا تاني يا اشرف؟ ارجوك يا هدى بلاش الكلام ده، اهدي شويه. اهدى ازاي؟ اهدى ازاي وانا روحي بتروح مني؟ يا رب استر يا رب. لا لا خشي اوضتك انت يا فرح. حاضر يا سمختار. واقفلي على نفسك كويس. حاضر. يلا. فهمت هتعمل ايه يا شنواني؟ فهمت يا مختار باشا. اخطف المولود واجيبه لك على هنا. تجيبه لي على هنا هبت بيه؟ الله يخرب بيتك. انت تشوف حته تتوي فيها لحد ما اقول لك تعمل ايه. دي غلبه جامده قوي. ما نكتم نفسه ونخلص منه وهو اسهل واوفر. لا يا اخويا لا، الواد ده امانه عندنا يومين وبعد كده هنبقى نرجعه لاهله. ما تقول له حاجه. هي ايه العباره بالظبط؟ افهمك يا شنواني. الحاجة نعمت هي صاحبة المصلحة وليها حوار كده مع أهل المولود، فعايزة تضغط عليهم علشان يماينوا ويسمعوا كلامها. فهمت، يعني هناخد المولود عندنا يومين إعارة ونرجعه تاني. الله ينور عليك. بس اوعى يا شنواني، اوعى اوعى الواد يجراله حاجة. تطبطب عليه كده، تحن عليه، تجيب له مرضعة. ده ابن صاحبي. معقولة تخطف ابن صاحبك؟ الظروف بقى ليها احكام يا شنواني، ما انت سيدي العارفين. احنا في زمن ما يعلم بيه الا ربنا. ما تخلونا في موضوعنا يا مختار مش كده. طيب خد يا شنواني. ده العربون. كام دول؟ بريزة. واول ما تخلص ليك زيهم. قليلين قوي يا مختار باشا. لا حول ولا قوة الا بالله، مبقاش في ضمير عند العالم. ده حتة عيل في اللفة يا شنواني. امال لو قلت لك اخطف ابوه هتعمل ايه بقى؟ كل جتة وليها وزنتها، هو احنا بنقي خيار؟ لا يا اخويا، لو على وزنتها يبقى انت اللي هتدفع لنا فلوس. الواد لسه حتة لحمة حمرا ما كملتش. ماشي الكلام، عشان خاطرك بس يا مختار باشا، اول ما تتم العملية اجي اخد باقي حقي. لا انت تخلع ما تورينيش وشك تاني. من الساعة دي انا بره الموضوع. عجايب، امال مين اللي هيحاسبني؟ حاجه نعمت بقى هي اللي هتتمم معاك بقيه الاتفاق. انا ماليش مصلحه يا شنواني، انا بره الموضوع. قرش بس الواحد قلبه الحنين هو اللي عايز يساعد المظلومه دي انها تاخد حقها. روح يا شيخ، ربنا يديك على قد نيتك. استاذن انا بقى. اذا كان كده ماشي. شنواني مش هوصيك على الواد. في عيوني يا باشا. سلام لعيونك. ربنا معاك. اظن انا كده عملت اللي عليا وزياده، وحتى العربون دفعتهولك من جيبي. ما خلاص يا اخويا انت هتذلني. متشكرين وجميلك ده مش